حمام الان في 23/2 ويوم 28 نزلت مع الترجي. اذا الترجي لعب كام مباراه؟ الترجي لعب برضو السنه دي شهر 2 لو هيلعب طيب هيلعب 6 مباريات. طيب وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، زي ما حضراتكم عارفين النهارده الدنيا مطر شديد جدا، وبالتالي يمكن وصلنا متاخرين شويه، ولكن في النهايه وصل حافله لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، وان شاء الله يخشوا ويبداوا تسخين المباراه مباشره. وبعد قليل هنقول لحضراتكم، عايز اقول لحضراتكم بس شيء، ان التشكيل الرسمي لم يصل او لم يصدر من الجهاز الفني حتى هذه اللحظه. كل التشكيلات اللي مكتوبه على كل الصفحات وكل الامور غير طبعا تشكيل اجتهادي، ممكن يطلع صح ولكن في النهايه التشكيل رسميا لم يصدر من الجهاز الفني. ووصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، ملعب